compétition, à l'instar de la compétition. We are very impressed about the sports facilities. نحن مندهشون بهذه الإنجازات، المسبح والملعب والمنشآت الرياضية الأخرى، مراكز إيواء الرياضيين والوفود الممثلة ل 26 بلدا مشاركا. يجدر بنا تهنئة اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية، خاصة محافظ الألعاب ووزير الاتصال والحكومة الجزائرية بهذا الحدث. The Algerian government at the end. For this event. أعتقد أن الجزائر الدورة القادمة في وهران ستكون الأنجح. أعتقد أن الوفود هتجد كل وسائل الراحة فيها، ومن الإنشاءات اللي احنا شفناها تدل على أن فعلا الجزائر ما نسيتش أي حاجة. Congratulations to the commissioner, to all the organization. أهنئ المحافظ واللجنة المنظمة، إنه لشعور قوي يجعلني أريد أن أكون رياضيا مشاركا وأخوض هذه التجربة الفريدة هنا في وهران. أنا متأكد أن الأمور ستسري بشكل حسن، وأتمنى النجاح لكل المشاركين هنا في وهران وللمحافظ وللجنة المنظمة للألعاب. جيد بالنسبة للجزائر أنها نجحت في إنهاء المشروع في الوقت المناسب، كون أظن أن الأعمال قد تكون تأخرت قليلا بسبب الجائحة والظروف التي أدت إلى ربما إلى إبطاء العمل، ولكن المنشآت جاهزة في الوقت المناسب، وحسب ما رأيت فهي على مستوى جيد، وأعتقد أنها ستوفر وسائل الراحة لجميع المشاركين. أنا مندهش جدا بما شاهدته، بما في ذلك الملعب الذي سيحتضن مراسم افتتاح الألعاب المتوسطية، وكذا المسابح والقرية الأولمبية، وكل التحضيرات لإنجاح هذا الموعد الرياضي.